السلام عليكم ورحمة الله بقناة عبد السبور. مرحبا بكم داخل وطن وخارج وطن. الآن مو من أي قاسي. الآن وأنا أتكلم معكم كانت عنده يا ربي 10 دقائق من اللي حط فيديو تكلم عليه وتكلم على اللاعبين اللي مازال اللي ما عيط لهمش على قائمة بالماضي ككل، واللاعبين اللي ما عيط لهمش بالماضي والأسباب علاش أول إعلامي مقرب للفريق الوطني ولجمال بالماضي هذا الاعلامي هذا اللي نعزه ونحبه كثير، اعلامي خالوق على كل حال، وتصريحاته دائما تكون مصادره دائما تكون قويه وما يكذبش وما يسمع. هذا ما مشى بالجزائري كاع يعرفوا او تكلم على قائمه بالماضي علاش بالليلي ما زقالوش وعلاش ما زقاش الناس كل اللاعبين واحد بواحد تكلم عليهم بدون اطاله. نخليكم تسمعوا معنا الفيديو ونسمعوه كما يقولوا بدي ترونش تسمى نصف بنصف على كل حال ونتناقشوا عليه، وانتم ما قلنا اراءكم ثاني. هذا مو من اي قاسي لو يتكلم، والان اللي حط الفيديو على الواحده صباحا اسمعوا معنا الفيديو. وطني جمال بالماضي الاخيره بعد التحريات وبعد التخسي بعض المعلومات اتضح ان الناخب الوطني اراد ان يعطي فرصه لبعض اللاعبين الذين يتابعهم منذ مده، لاعبين لم تعطى لهم فرصه كبيره، لم تتح لهم فرصه للاستدعاء يعني باش يشاهدهم ويتبعهم عن قرب، وهم كانوا دخلوا اهتماماته منذ مده طويله. اذا نبدا بالغيابات ونتحدث اولا وقبل كل شيء على غياب يوسف بليلي الذي تحدثنا عنه عده مرات في صفحتنا، وقلنا ان اللاعب لم يعد في مخططات بالماضي بالنسبه لهذا التربص، وقد يدفع ثمن تراجع مستواه في التربصات القادمه ان لم يجد نادي يليق بسمعته وبامكانياته. اليوم المنافسه شرسه، هناك شايبي، هناك بن رحمه، هناك الارغائب والناس، هناك لاعبين ينشطون على الجهه اليسرى قادرين يجيبوا الاضافه ويجيبوا اكثر تنافس في الجهه اليسرى. هذا لا يعني اننا نقول ان بليلي لن يعود الى المنتخب، هذا خطا. نقول ان المنافسه من اليوم فصاعدا ستصبح اكثر شرسه. اللاعب لم يستدعى لانه تقريبا بدون نادي ولم تكن لديه العديد من الدقائق في الجهه. راح نقولوا كاين لاعبين هاكم سمعتوا الاول اللي تكلم عليه بالليلي اللي صارت ضجه علاش ما عيطلوش بالماضي، قال لك ما عندوش مباريات في رجليه وتشوف واش صار له مع الفريق ومع ناديه، كي كان يلعب راح جا هذا هو السبب اللي خلى بالماضي ما عيطلوش، عيط لواحد اخرين قال لك القادري وجماعته. بالليلي كيما يقول دارها بيديه بالماضي منضبط بزاف في هذه الامور، ما عندكش فريق ما عيطلكش، هذه هي. وقال لك ماشي كيما عيطلوش سما ما حش عيطلو كاع، سما كاين منافسه شرسه في المكان تاع بالليلي، وبالليلي ويتلاعب بالمكانه ديالو، كان قادر يزيد يلعب هذا الكام، ولما لا يتاهل لكاس العالم يزيد يلعب. بالليلي راهو كي جاو غاشي في البوست ديالو راهو يتلاعب بالمكانه ديالو، قال له لازم يكون عندك نادي، هو نادي نادي تلعب معاه، نعيط لك تلعب. على كل حال نزيدو نتابعو معنا على اللاعبين الاخرين واحد بواحد. جاوش كاللاعب قدموا الناس، قدموا الناس. جو فو با فير اون افير الناس، لا اريد ان اتكلم عن ملف الناس، ولكن غيابه لثالث تربص على التوالي يثير تساؤلات. اوكي يثير تساؤلات مقبول. العديد من الاحبه رسلوني دونك جو كي مونفاي دي ميساج ومان 3 ستاج كونسيكيتيف اي با لا دمو الناس كاسكيليا يا بروبليم. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire qu'il y a un problème ou Nas Belmadi, mais les spéculations vont bon train. Il y a Nas Metheira ou Koulaya. Il y a un joueur ou Nas Chine un abeille un petit assassin dans le منتخب الوطني. لاعب لما كان ما يلعبش كثير من المباريات قليل جدا من الدقائق في ماضي كان يجيبه الناخب الوطني جمال بالماضي. اليوم لما أصبحت عنده دقائق ويدخل ويدير لا ديسيزيون عالي وين اشاك فوا يعني في كل مره وناس رابورت الى بورت كيلك شوز مع بيل، وشفناه انه الناس شئنا ما بين حتى في المنتخب الوطني لما تعطى له الفرصه يجيب الاضافه. الا ان قد اقول جو دي بيان بيتيتر اسمعوا مليح انايا بيتيتر
الانفستيغاسيون المهم كيف كونتينيراسيون سو دوسيرا يعني سوف اواصل التحقيق في هذا الملف واقول ادم الناس نعم يستحق مكانه في المنتخب الوطني سواء في وسط الميدان اكسيال سواء على الجهه اليمنى سواء على الجهه اليسرى يعني اذا كونكورونس دون با مال دو بوست ويقدر يجيب اضافه ما نساوش بطل افريقيا وامكانياته اون اون بو با بارلي دو تو يعني لا غبار عليه امكانياته عليها بالاجماع عند كل الاختصاصيين اون فيرا بيان ليكسبليكاسيون دو جمال بن ماضي في ندوته الصحفيه الجايه اتمنى ان يكون هناك خيار رياضي وفقط دونك سمعتوا هنا على الناس على الناس راه تكلم وقال لك باللي مازال نزيد نحقق في هذا الموضوع تاع الناس باسكو هي حتى هو حال كيفاش ما ماروش الفريق الوطني ما استدعاش بالماضي خلى قال لك في الندوه الصحفيه بالماضي يزيد يوضح لنا علاش ما عيطوش باسكو عنده مكانته قال لك بكري كان يلعب بو دو طون كان يعيط له بالماضي والان ما نديروهاش حكايه تاع مازكاش الناس ومنا ولا ملف الناس لانه الناس عنده مكانته بالماضي باش ما عيطلوش كاينه حاجه دوك هو قال لك خلي بالماضي هو اللي يستفسر لنا على الناس نزيدو نتابعوا دوك اللاعب الجاي. سي ني كان شوا سبورتيف اي فوالا فيما يخص لاعبين اللي تحدثتوني كثير عليهم قادري شرقي قويري نعم قادري راح تقول لي يا مؤمن قادري قادر يجيبوا لان سليماني وبغداد بنجاح كذلك ما همش لعبوا منذ حوالي 12 ابريل يعني اكثر من شهر اوكي ولكن في البوست تاع قادري يا ناس فهموا مليح البوست تاع قادري كان مشوار يعني ينجم يجيب عبد الله ينجم يجيب الكحالي ينجم يجيب لاعبين اخرين يشوفهم قادري يعرفوا شاهدوا في تدريبات شاهدوا في مباريات وديه يعني عنده فكره على قادري اللي يقدر يكون خليفه بن ناصر او خليفه لاعب اخر في وسط الميدان حسام عوار كذلك الذي قال البعض انه سوف ياتي بش اسمع مليح هنا على حسام عوار واش قال؟ قال لك باللي بعد قال لك ماعرفش يلعب هاد لي ماتش هادو الزوج كان جاي حتى لسبتمبر، مي سمعوا من القاسي واش قال تابع معنا. شهر سبتمبر مع طونسانيا باتاتي باتاتا ها وهنا في الموت جوا يكون كما قلنا لكم عندها مده انه صح حسام سوف لن يكون معنا في مارس ولكن قد يكون في جوان وهذا ما حصل. فيما يخص عبد اللي واحد جديد. عبد اللي دخل مخططات جمال بالماضي التي دون لي بلون دو جمال بالماضي منذ مده طويله واليوم اصبح لاعب سيليكسيونار لماذا اصبح لاعب يستحق الاستدعاء؟ لانه اصبح يسجل يلعب مباريات كثيره مع اونجي لاعب مهم في ناديه رغم ان ناديه اول الساقطين الى البدو ولكن هذا لم يمنع المغرب مثلا من الاستفاده من والنحي وبوفال اللذان كانا يلعبان المونديال وينشطان في انجي كذلك بالتذكير يلعبان كذلك في انجي. على كل حال عبد اللي ما فيش عيب يلعب في البطوله القسم الثاني مع انجي لكن عنده نيفو يقدر يلعب مع الفريق الوطني بالماضي ماهوش غلط في خياراته على كل حال ماهوش غلط في خياراته في وسط الميدان لازم يسجل هذا اللاعب لانه برهن في فريقه ما يهمش يكون يلعب في القسم الاول او الثاني او مانيش عارف وين زيدوا تابعوا معنا واش قال مؤمن عيد قاسي. فيما يخص اللاعب الذي عاد وهو فيكتور لكحل تعرفه جيدا وسط دفاعي ممتاز قائد فريق الوافر الذي سوف يصعد الى القسم الاول تنقصوا فيكتور لكحل هذايا هو قال لك خليفه قديورا وما على بالناش زيدوا تابعوا مؤمن واش قال عليه. نقطه واحده هذا السبت باش يطلع وهذا الجمعه باش يطلع الناسيونال اون نضم ان فيكتور لكحل حاجه برك اونتر بارونتيز 29 سنه 29 سوني با لافينيغ دو ليكيب ناسيونال مي ما نساوش تكسر مع تونس راح له 6 شهور ولا قريب عام على جال الماتش تاع تونس وماتش امريكان راح يرجع ان شاء الله في تربص راح تكون فيه مباراتين الاولى ضد اوغندا والثانيه وديه ضد تونس. اذا ما يخص لك العوده عاديه جدا خاصه انه هو وعبد اللي وكذلك لاعبين اخرين قادرين يلعبوا لورول تاع اسماعيل بن ناصر. اذا اليوم كذلك اللاعبين اتحاد العاصمه بوط بالعيد ورصيف وضم ان الان ولا للاعبين تاع اتحاد العاصمه اللي كان عندهم حق باش يعيط لهم بالماضي وراه يعيط لهم سمعوا مؤمن عيد قاسي ثاني باش تكلم عليهم وتكلم عليهم حاجه مليحه محيوس نظن ان هذا الرباعي ابن البلاء الحسن في
كأس الكاف. في كأس الكاف أراد الناخب الوطني أن يرى إن كانوا قادرين أن يكونوا بمثابة لاعبين استطاعوا أن ينشطوا في المنتخب الوطني. تذكروا في 2014 على غرار إسلام سليماني لاعب هلال سوداني، وما ننساوش في 2019 لما رجع بالليلي ولما رجع بالعمري ولما لعب عطال، كنا نقولوا هذو محليين ما راهمش قادرين وكذا وكذا، ولكن أثبتوا العكس بالفوز بكأس إفريقيا مع مجموعة الكبيرة وتلك المجموعة الرائعة التي فازت بكأس إفريقيا في مصر. إذا نتكلم واحد بواحد، درك الملف شرقي وجويني، شرقي جويني وحتى العروسي تحدثنا عنهم فيما سبق وقلنا ان اللاعبون هذوما كانت لديهم مشاكل في التربص الاخير للمنتخب الوطني الذي صادف شهر رمضان. كانت لديهم رغبة كبيرة في تغيير الاجواء وما زالت لديهم رغبة كبيرة للعب بالجزائر، خاصة ان لم يكن هناك يعني انتقال قوي الى احد الاندية الكبيرة الاوروبية، اين سوف يكون لهم مشكل كبير للاعب في المنتخب الوطني. لكن نيتهم اللاعب للجزائر بعد كأس أوروبا، سننتظر سبتمبر وحتى ربما أكتوبر، لماذا كنا نتحدث على عدلي على عوار على إيكنوري؟ لم يأتوا في تلك الفترة التي كنا نتحدث عنهم، بل أتوا بعدها وبعد حتى تغيير عوار الجنسية الفرنسية، الجنسية الرياضية من الفرنسية إلى الجزائر. إذا يوم جون فيديتيا كو سي جوار لا سون بوتونسيالمون سيليكسيونابل أون إيكيب دالجيري، يعني مازال فيه يعني امل وفيه مفاوضات مع ان شاء الله ان شاء الله. حتى الان هم لاعبين مع المنتخب الفرنسي للامال، وسوف تكون لهم كاس اوروبا للامال اقل من 23 سنه في شهر جوان، بعدها سيكون كلام اخر. إيكنوري علاش ما جاش؟ إيكنوري على كل حال نتكلموا على اللاعبين ان شاء الله، عدلي وعدلي وقويري على كل حال ان شاء الله ان شاء الله كما قال مومنيت قاسي ان شاء الله من بعد يعاود يجوا كما دار إيكنوري كما داروا اللي قبلهم وعواروا منا ان شاء الله يجوا الفريق الوطني ومرحبا بهم على كل حال حتى هما راهم جزائريين. نزيدوا دوك نشوفوا واش تكلم على إيكنوري علاش ما جابوش اللي راهي ضجه كبيره صاريه عليه حتى اليوم في بلاطو الهداف وتكلموا عليه. قال لك كيفاش ما عيطلوش انا والله ما على بالي واش راح يقول دوك مومنيت قاسي. نتابع معنا ما لعبش بزاف، مشاكل عنده مشاكل أو ليت نوري سنغادر لأحد الأندية الفرنسية هذا الصيف إن شاء الله. دونك إيكنوري لو ليسي ترونكيل، يعني خليه يرتاح ويخير ويشتغل على مستقبله الرياضي النهي الذي سيكون مهم ومهم جدا في مستقبل مشوار هذا اللاعب. دونك إلا إيتي ليسي على ديسبوزيسيون، ستادير إلا إيتي ليسي بور تروفي أن كلوب ترونكيلمون إن شاء الله هذا الصيف ويلتحق بأحد الأندية التي ترغب أن تتعاقد معه هو واللاعب كذلك عيسى ماندي. عيسى ماندي من لا يتابع سي اون فو رافريشيغ سيغتان ميموار، ماندي لعب 8 مباريات أخيرة مع فياريال بمستوى عالي، يعني الفورما رجعها. صحيح أنه ما لعبش قبل شهرين اللي فاتوا هذو، ولكن شهر ونص هو أساسي ويؤدي في مباريات في أعلى مستوى مع فياريال. ما تقدرش تستغنى على ماندي لانك راح تبني في فريق جديد، تحتاج للاعبين عندهم خبره وعندهم يعني عندهم تلك الميزه التي بور فيديري لو جروب بور جيري لو جروب، يعني تسير المجموعه ومرافقه التغيير والتشبيب. هو لاعب من حتى لاعب المخدرات من وقت الفريق رياض محرز. اذا صدقوني غير تحليل تاع موم نايت قاسي، والله صدقوني مقبل كنت نشوف تحليل تاع الهداف وقنوات اخرى، والله كيفاش تكلموا غير ما كاش نيفو كاع. لكن موم نايت قاسي والله راني نسمع معاكم الان الفيديو ديالو غير قنعني على ماندي، قنعني على إيكنوري، قنعني على بالليلي، قنعني شغل ريحني أيقونة في الصحافة هذا الإنسان هذا ما شاء الله عليه، وما رانيش نشكر فيها لعينيه زروقة ولا يعرف يهضر يعرف يتكلم وليد فاميليا ولا غير على بالي بلي كي راح تسمعوا الفيديو ديالو راح تتقنعوا. زيدوا تابعوا معنا واش راح يزيد يتكلم. خليني نقول في عجالة نكملوا هذا الفيديو. اليوم لاعبين تحدثنا عليهم يستحقوا المكانة، ولكن لن يكون لا حاجة ما تضمن لهم يكونوا في سبتمبر يا جماعة الخير. هذا ليس حق التجارب المنتخب الوطني، أوكي؟ بارك الله ولكن
كل واحد يستحق الفرصة لأن يثبت مكانته. مرحبا به. جمال بن ماضي يعلم ذلك والكل يعلم ذلك في المنتخب الوطني. بما كنعتذر خوتي، ماشي كل مرة نقدر ندير لي لايف كتشوفوا وعيني شي تعبانين. تعاوننا معكم إن شاء الله للشفاء وجميع الأمة الإسلامية إن شاء الله، وإن شاء الله نتلاقاو في مواضيع أخرى، وقريبا إن شاء الله سوف نتكلم عن المنتخب الوطني. ما تنساوش خوتنا، ما تنساوناش بالدعاء. اللهم صل وسلم وبارك. ربي يشفيك، أنا على بالي ربي يشفيك خويا مؤمن وصحبي أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وراني نعيط لك لي صوتيان مؤمن عيد قاسي، والله العظيم غير إنسان خلوق. راك تشوفوا في ظرف 10 دقائق او 12 دقيقه حلل لنا كل شيء على الفريق الوطني، كل شيء. اللاعبين علاش ما تستدعاوش؟ وقنعنا المشكل، تتقنع هيك ونياضه تتقنع. ومؤمن عيد قاسي كما يقول لك صحفي من قلائل في الجزائر يعرف الى حق المعلومات الشعب الجزائري، هاو تكلم قال لك الفريق الوطني ليس حق التجارب. الفريق الوطني بالماضي عيط لهذا الكم من اللاعبين باش يدير لاعبين تاع سبتمبر اللي راح يلعبوا. المهم اللي حاب يبين بلاصتو يحط رجلو في التيران ويبين بالماضي. بالماضي صدقوني ما يحقروا، صدقوني ما يتحقر مع بالماضي. الحمد لله. واش نقول؟ نقول لكم انتم بارك الله فيكم وشفاء العاجل خونا مؤمن، او شويه عيان انا على بالي وشويه عيان، ربي يشافيه ان شاء الله ونبعثوا له السلام. نقول له بارك الله فيك على هذه المعلومات القيمه. انت سهرت وانا غير طلعت عندي، يعني حطيت الفيديو ديالك. وقول لكم انتم شعبنا بارك الله فيكم، والله كنت تشوفوا غير تخرج حاجه تاع الصح اسمها مليحه. ماشي انا ما حبش ندير فيديو فقط، نحب فيديوهات هكا على الفريق الوطني، شغل حاجه اللي يحبها الجمهور. هاني غير شفتو نط ودرت معاكم فيديو. قول لكم شاركوا في القناه وفعلوا الجرس، قناه عبدو سبور. جمعه مباركه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.